السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. قبل البدء فضلاً وليس أمراً، ادعمونا باللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. أصدرت سلطة الضبط السمع البصري بياناً حول قناة النهار الجزائرية وحصة خليها على ربي والتي تبث فيها، وجاء في البيان: بادرنا دون تلقي شكوى بالاستماع إلى الأطراف المعنية بقضية الحصة والتي عرضت فيها ادعاءات ولد طفلة يواجه فيها إماماً بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنتها. وأضاف ذات المصدر: نوضح للرأي العام الجزائري بأننا نراقب دوماً وتلقائياً البرامج التلفزيونية عقب بثها، ويجرى تحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعلقة بالقضية والنظر بما تقتضيه الإجراءات والحكم لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل، بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها السلطة قرارها النهائي. وعليه وبناء على هذه التجاوزات الخطيرة وعلى رغبة المشاهد الجزائري، فربما سيتم إغلاق قناة النهار وتوقيف الصحفية الوقحة في الأيام القادمة، والله أعلم.